في صبيحة أيام الأسبوع المنصرم، تلميذ خرج إلى المدرسة، أمه تودعه، رفاقه ينتظرونه، يركب الحافلة متجها نحو المدرسة، نحو العلم، نحو المعرفة، نحو الرعاية، نحو التربية، نحو الأشقاء والأتراب والأصدقاء، نحو المربين بنية العودة إليه. في طريقه شاء القدر حادث سير، لحظات وإذا بالسيارة تنقلب عليه فتهشم له رأسه، مات من حينها. يا لله، والله من شاف ذلك المنظر ما استلذ عيش أيام. ما زلت إلى الآن وفي مخيلتي ذلك المنظر عندما كنت مشاركا في تقصيره. أبوه الصابر المحتسب يتصل بي بعد السابعة بعد السلام والتحية بكل صبر، بكل ثقة، بكل توكل، بكل عزم، بكل احتساب: أريد أن أخبرك خبرا. ماذا يا أستاذي شيخي؟ ماذا؟ قال: مات ابني، مات سالم. استرجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قضيت ذلك اليوم في شدة الأسى والحزن. مات سالم، ريحانة أبويه، فلذة كبديهما، الثالث من إخوانه الذكور، عمره لم يجاوز 13، يحفظ 10 أجزاء من القرآن، يحسن القراءة، ذو أدب، ذو طاعة، يتحدث بكل طلاقة، بكل ثقة. ينتشر الخبر إلى المدرسة فيحجم الطلاب جميعا عن التعليم في ذلك اليوم حدادا عليه، لأنه كان كل صباح يقرأ لهم القرآن في طابور الصباح، ففقدوا ذلك الصوت الندي الذي يصطح بآي القرآن مذكرا إياهم بوعد الله ووعيده، وإذا به يتوقف فجأة في المساء في مدرسة القرآن، أيضا مدرسة الاستقامة. يخيم الحزن والأسى على الأساتذة والمعلمين، لأنهم فقدوا سالما من بينهم في لحظات. جاءوا إلى التعزية، كل منهم يسلم على أبيه ويقول له: أنا صديق سالم. مما دعا أباه يبكي كثيرا، وقد علمته أنه رجلا صبورا متجلدا. وفي اليوم الثاني من العزاء كان بجانبي في السيارة بعدما انتهينا من صلاة المغرب، طلبت منه أن يتقدم فأبى، أمرني بأن أطيل في القراءة كي يلحق الناس. خرجنا بعد الصلاة، أقول له: اذهب لكي تستريح. قال: كيف لي أن أستريح؟
وكيف أذوق طعم الراحة وقد فقدت فريضة كبدي. سالم إنه الولد المطيع، انظروا إلى ثناء أبي عليه وهو في هذا السن المبكر دائما يسعى إلى رضاء والديه، إلى خدمتهما، إلى طاعتهما في غير معصية بغير تلكع. كيف لي أن أرتاح؟ فقلت الصبر. قال ونعم بالله، فاستعبر وحوقل وأجهش بالبكاء أو موتا مجهزا. هكذا الموت، لم تأتي صلاة الظهر إلا وسالم قد دفن في المقبرة وانتهى. نسأل الله أن يجعله خلفا وفرة لأبويه في الجنة، وأن يكون سابقا لهم، وأن يلهمهم الصبر من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وجميع من له صلة به.